حضرتك كنت حضرت مواقف صعبة زي دي كتير، وقلت كنت متواجد داخل المدرجات، إحساسك وأنت واحد بقى من الجماهير، كنت واحد جوه جدران النادي الأهلي، الشعور دايما مختلف والحماس بيكون مختلف، يعني شايف ده كمان إزاي من منظور، إحنا خلينا نتكلم أنت واحد من الجماهير، شايف الموقف ده إزاي؟ وشايف النادي الأهلي يتعامل حتى فنيا مع المباراة إزاي؟ والله فنيا الموضوع يعني الناس كلها اتكلمت فنيا، واحنا هنا اتكلمنا قبل من شويه فنيا، فالفنيات ديت رايي انا الشخصي دي بنسيبها للمدرب، هو ادرى باللعيبه اللي معاه وهو عارف ازاي، هو ما فيش مدرب عايز يخسر، ما فيش مدرب بيختار فريق التيم بتاعه عشان يخسره، هو من وجهه نظره شايف دي لو ربنا وفق خلاص كلنا اوكي. انا بس حضرتك عشان اوصل لنقطه ثانيه، المباريات اللي زي دي بتبقى فنيا اكتر ولا روح لعيبه ولا حماس ولا اصرار ولا يعني في مباريات كده بتبقى بنقول دي لو اشتغلت حتى فني بشكل مش كويس لكن اراده اللعيبه والاصرار ممكن يعوض الجزئيه ديت يعني رايي انا شخصيا ان الفكره كلها توفيق من عند ربنا اول حاجه، الاصرار والعزيمه والثقه وكان انا واثق في لعيبتنا ودي اكيد عندهم وهم حاسين بيها وهينفذوها، كل اللي نعمله ندعي ربنا انه ده يكون يومنا انه ممكن يكون مش عايز اجيب مش عايز اقولها بس ان شاء الله بكره يكون يومنا ونقدر توفيق ربنا ونكسب المباراه جون واحد حققنا اللي احنا مباراه الهدف الواحد بالظبط يعني دي بتجمع نقاط دي دوري المجموعات ده تجميع نقاط فان شاء الله ربنا يكرمنا بكره وان شاء الله كل ثقه ان فرقتنا هتفرحنا وهنعدي دوري المجموعات بالعشرة.